درس آخر وثلاثية أخرى للنادي الأهلي، ولكن هذه المرة في شباك الإسماعيلي يقتنص بها النادي الأهلي 3 نقاط. كابتن شريف ألف مبروك. مبروك، مباراة حلوة كابتن أيمن. شو التاني كان مفتوحة أكتر من الأولين؟ لا لا لا، اطمنا على فريق الإسماعيلي واطمنا على جميع لاعيب النادي الأهلي النهاردة تحت الضغوط. كمان الملعب كان مفتوح النهاردة، يجوز أنا من وجهة نظر يعني انه لعب النهارده يعتبر ب4-3-3 يعني، مع تقدم امام عاشور اللي ربنا يطمنا عليه يعني. احنا سالنا طبعا وعرفنا ان هم كدمتين، واحده في عصبه الرجل والانكل يعني، لحين اجراء الاشعه، لحين اجراء الاشعه يعني باذن الله. باذن الله بسيطه باذن الله، وعشان الناس كلها قلقانه يعني. ف اللعيبه النهارده كانت على مسؤولية كبيرة جدا قدام فريق كبير بصراحة. لعيبة الإسماعيلي تحرروا من كل حاجة. احنا كنا بنتكلم عنهم بقالهم فترات كتير، سنين ما اتفرجتش على الإسماعيلي بالجمال ده. حتى لما كسبوا الاتحاد 3 كان الاتحاد متفوق وماسك كل زمام الأمور، وهم اللي بيحاولوا نتيجة المباراة لصالحهم، ولكن ليس بهذا الشكل وليس بهذه السرعة. أعتقد إن يوم بعد يوم مع إيهاب جلال هيكون لهم شكل تاني. النادي الاهلي النهارده تحس ان جميع اللعيبه بقت خلاص حافظه بعض في التحركات، حافظه بعض من لمسه واحده. من الجون اللي جه بتاع بيرستاو الاول، جون عالمي بصراحه. الشكل الثنائي اللي حصل بين حسين الشحات وامام عاشور، وحسين بينفس وتيجي في العارضه وبيستقبل بيرستاو وبيسدد. اعتقد بيرستاو كمان من احسن اللعيبه اللي كانوا موجودين النهارده. فانا سعيد النهارده بكل الامور اللي حصلت في المباراه، ما عدا حاجه واحده بس. اعتقد ان الشكل الدفاعي بتاعنا ونص ملعبنا لازم يكون فيه ربط اكتر من كده. مش هنبقى على طول سايبين الدنيا زي كنا لسه بنتكلم احنا النهارده في الاستوديو على ماتش انبي، العشر دقائق اللي حصل فيها رياكشن وردت الكره في 3 مرات على الفرقه النهارده. اديك شفت النهارده احنا بنتكلم في 3 مرات النهارده، اديك شفت بتاع 15 مره شوط اول وشوط ثاني. نادي الاسماعيلي موجود عندك، نادي الاسماعيلي بيحاول، انت باخطائك خليته جاب هدف فيك، وبرده باخطائك في اول شوط كان علي معلول بيرجع الكره للشناوي كان هيخش فيك هدف. انت عندك حاله تركيز والتزام، هي دي اللي بتمتص هجوم اي فرقه بتبقى عليك. فلازم يواكب ده كله كمان ان الكره اللي تروح على النادي الاهلي تبقى عزيزه جدا يعني، ما تبقاش سهله، ما تبقاش انت مضروب بكذا كذا شواهد. النهارده ابص الاقي 3-4 على 3 مننا احنا بتوع الاسماعيلي رايحين، لولا ان بتبقى انت مركز والديفندرز بتوعك واقفين على حيلهم وعلى رجليهم وبيقفوا صح، وازاي بيقطعوا الكوره من الحاجات اللي النهارده اللي فيها امتيازات وايجاد، هم اللي خرجوا المباراه كده. لما دي مباراه تخرج 4-3 او 5-3 حاجه زي كده يعني. فهو ده برده الربط بالظبط اللي اتكلم، يمكن مستر كولر هتلاقيه بيتكلم في نفس الشكل ده النهارده. واين انت يا مروان عطيه من مستر كولر النهارده؟ اكيد في سبب ان هو الراجل ده النهارده بعد كل اللي شفناه النهارده ما بيبقاش موجود برده. ده السؤال لمروان ولا ليه؟ ليك انت. لينا احنا كلنا. فليه هو ما كانش موجود النهارده برضو؟ هل كوكا كان بكفايه وضعه ان هو مسيطر برضو على كل حاجه وتحمل الضغط كله على كوكا وديانج؟ فعايزين نشوف حل للحكايه دي باذن الله، خاصه ان الفرق كلها بقت بتلعب على اساس ان هي تقترس منك على الاقل نقطه، مش هيسيبوا لك السايب في السايب كده في كل مره. مبروك النهارده، مبروك اداء لعيبه النادي الاهلي، ياخدوا بقى الاجازه والتطعيم وكل حاجه، ولينا كلام اخر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه الف مبروك، كنت بتقول الماتش كان مفتوح الشوط الاولين، الماتش اتفتح اكتر الشوط الثاني. هو طبعا مبروك النتيجه، نتيجه كبيره يعني، 3 اهداف مقابل هدف، 3 اهداف احلى ما في اللقاء للنادي الاهلي. لكن السيطرة على المباراة وعلى وسط الملعب تحديدا ما كانتش واضحة لا في الشوط الأولاني، وإحنا كلنا قلنا كده رغم إن إحنا كنا متقدمين 2-0. الشوط الثاني بقت أكتر يعني، في جهد مبذول، في كميات جري كبيرة من لعيبة كتير،
ولكن التنظيم الدفاعي لفرقة النادي الأهلي ما كانش واضح. خطوط متباعدة، موديست قدام قوي، برستاو فتح على الطرف قوي، طاهر لما نزل بيلعب تحت موديست، رغم ان انت كنت محتاج تسيطر على وسط الملعب، انت كنت كسبان 2. علي معلول الجبهه بتاعته مفتوحه جدا من عبد الرحمن مجدي وياو انور والنجاز، ديانج وكوكا اصبحوا تحس ان هم في حاله توهان، يعني في كميات جري منهم ولكن متباعدين جدا، يا اما ضامين قوي على وسط الملعب، يا اما لقدام قوي وسايبين متضامين على خط الدفاع، يا اما متقدمين قوي ناحيه خط الهجوم. ففي مساحات كبيره قوي سمحت للنادي الاسماعيلي الشوط الثاني ان يسيطر على معظم فترات الشوط الثاني. طبعا يعني تحيه خاصه للشناوي النهارده، برضو محمد عبد المنعم وياسر في مواقف كتيره أدوا بشكل كويس. مجمل المباراة أنت قدرت تاخد الثلاث نقط، استغلت معظم الفرص اللي جات لك كويس. يعني أنت لو حسبت فرص النادي الأهلي غير الثلاث أهداف مش هتلاقيها كتير قوي، في فرص طبعا لكن مش كتيرة قوي. في المقابل ما قدرتش تعمل اتزان في المباراة، يعني يمكن بلال كان قال لك أنه محتاج تعمل يعني اللي بقول لك ايه ديلينج شويه، يعني تهدي الامور شويه وتعمل سيطره حتى لو بالاستحواذ بس، يعني حتى لو ما فيش خطوره لقدام بس سيطره الكره تبقى حتى لو استحواذ سلبي يعني. حتى لو استحواذ سلبي يعني الكره تبقى من رجل للرجل للرجل تحجم لعيبه الاسماعيلي. لكن بامانه لعيبه الاسماعيلي الشوط الثاني كانوا منطلقين جدا، سواء من الطرف اليمين سواء من الطرف الشمال، وتحديدا الطرف اليمين اكتر اللي كان فيه عبد الرحمن مجدي اللي هو مع بيرسيتا ومع الشناوي يعتبر وياو انور يعتبروا من نجوم المباراه. يعني مبروك للنادي الاهلي، ثلاث نقاط غاليين جدا، والنقطه السادسه الفوز الثاني على التوالي. لكن زي ما قلت لك شويه ما حسيتش باحكام السيطره على المباراه، وما حسيتش ان التغييرات عملت فرق كبير. يعني ما حسيتش ان التغييرات عملت فرق في مجريات اللقاء، لكن نتيجه كبيره. مبروك للنادي الاهلي وجماهيره والجهاز، وان شاء الله بالتوفيق في الماتشات الجايه. يعني ان شاء الله باذن الله. كابتن عادل الف مبروك، فوز مستحق، والثلاثيه رقم 17 مع مستر كولر منذ مجيئه للنادي الاهلي. النادي الاهلي كان المفروض النهارده عمل نتيجه اكبر من كده، يعني لو كان الالتزام بتاع الشوط الثاني زي الشوط الاولاني او افضل من الشوط الاولاني كنت تعمل نتيجة كبيرة النهارده. النهارده النادي الأهلي تفوق الشوط الأولاني، الشوط الثاني أضاع نص الملعب. يمكن زي ما اتكلمت أنا يمكن بين الشوطين وقلت مرشح إن نص الملعب يضيع من النادي الأهلي الشوط الثاني لو ما كانش فيه تغييرة إنك أنت تعدد لاعيبة نص الملعب، لأني إديت كان ديانج وكوكا الاثنين في نص الملعب بس ومفيش مسانده، وانت كسبان 2 كان المفترض ان انت مروان عطيه يبقى موجود او تلعب مجدي قفشه يبقى ثالث في وسط الملعب، كان الافضل من طاهر في الحته دي. لو حبيت تلعب طاهر كنت تلعبه قدام، لكن غير كده النادي الاهلي عمل شوط اول كويس، الشوط الثاني النادي الاسماعيلي بادل النادي الاهلي يعني الاجاده الاثنين. يمكن الاسماعيلي الشوط الاولاني كان اقل كتير قوي، الشوط الثاني كان كويس، النادي الاهلي كان الشوط الاولاني احسن الشوط الثاني اقل شويه، ولكن في الاخر انت بتتكلم في سباق دوري ثلاث نقاط، النادي الاهلي عمل ثلاث نقاط نتيجه. يمكن انت شايفني في الوضع الطبيعي انك انت تكسب الاسماعيلي 3-1 طول النتيجه كبيره، ولكن انا الحاله بتاعت النادي الاهلي عاليه قوي وكان يقدر انه يعمل اكتر من كده في نتيجه المباراه، ولكن في اخر الامر انك انت بتبقى سعيد انك ده تاني ماتش في الدوري فبتاخد العلامه الكامله فيهم. جبت اهداف في المباراه الاولانيه المصري 4 والنهارده 3 الاسماعيلي 3 7 على 7 اهداف بس دخل فيك هدف في ظاهره
دخل فيك هدف ويمكن انت بتتكلم على دائما ومستر كولر اتكلم عليها دائما انك انت تبقى ما يدخلش فيك اهداف افضل في البدايه، ولكن صحيح. الامر انت لازم الايام اللي جايه دي هتبقى عندك تغيرات كتير قوي من بطوله لبطوله، هتطلع من حدث لحدث بعد المباراه، هتطلع من سفريه لسفريه، علشان كده النادي الاهلي في مباريات انا بقول عليها دائما تكسب ولا تلعب، وفي مباريات انت بتلعبها لتطمئنان على مستواك، يعني مستواك انت الحيره الجيده اللي فيها كولر بين اللعيبه دي بتبقى ايجابيه للمدرب طبعا، افضل من انك تبقى عندك نقص من اللاعبين، فانت عندك عدد كبير قوي من اللعيبه، عندك في بس يمكن في اماكن ممكن تكون فيها اعداد اكبر من اماكن، فيجب انك تعمل اللي هو الحته بتاعت انك انت تعمل لعيبه جواكر اكتر من كده، انت محتاج انك انت تعمل اتنين جواكر كمان في اماكن زي مثلا مكان عند علي معلول، عند مثلا محمد هاني في الفتره ديت، عندك لعيبه بس لازم تجهزهم. ابتدى يدخل اهو خالد عبد الفتاح في الصوره بالظبط، يعني برده كان في مصابين بس لعب برده اكتر من مره، لكن انا بتكلم في تقل علي يعني بمعنى انك دي هتاخد وقت يا كابتن. يعني ما هو بص احيانا يا كابتن ايمن انت محتاج انك انت تكبر القاعده بتاعتك بس باللعيبه اللي انك انت احداثك كلها صعبه، انت مش بتلعب مباراه سهله، انت داخل على معترك بتاع السوبر الافريقي اللي هو النخبه، هتلعب كاس افريقيا كاس العالم، انت داخل في معترك كبير جدا، فهو مستر كولر يمكن بيبدا يعمل يحط اللعيبه كلها في يعني بمعنى ان هو بروزها التكتيكي يعني، ولكن في الاخر انت بتتكلم اني خدت الثلاث نقاط مبروك، الفتره القادمه ان شاء الله انت محتاج فيها بتدي الراحه العاديه اللي هي فيها التطعيمات زي ما الكابتن شريف قال، يعني بقى يبصوا للتطعيمات والحاجات اللي قالها فاروق صلاح، لكن عندك لعيبه برضو هتبقى عندها مشاركات دوليه هنيجي لها، هنقول لك بقى دلوقتي بس بعد ما نخلص من المباراه، لكن مبروك هقول لك الاخر ومكسب جيد، لكن كنت اطمع في مكسب اكبر من كده، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مكسب حلو. طبعا نتيجه كبيره بس صحيح. احيانا انا بحب يعني النادي الاهلي لما بيبقى في وقته في عفوانه يكسب اكتر، يعني دي بتبقى افضل له علشان القادم، يعني الماتش المصري 4 صح النهارده نتيجه يعني، لكن عارف لو كانت 3 وما دخلش الهدف كانت تبقى افضل. صح. الف مبروك كابتن بلال، بس يحسب النادي الاهلي برضو الشراسه الهجوميه الايجابيه على المرمى، احنا احيانا في ماتشات كتير قبل كده السنين اللي فاتت كنا بنعاني شويه من الحاجتين دول، يعني الشراسه الهجوميه والايجابيه على المرمى، انت بتروح وبتخلق فرص وبتضيع فرص وبتجيب اجوال، ولكن اللي انتوا بتتكلموا عليه اتكلم عليه مستر كولر الماتش اللي فات، الاخطاء البسيطه اللي بتحصل فينا حتى منهم الهدف اللي جه النهارده. شوف يا كابتن النهارده طبعا مبروك الاول للنادي الاهلي وسلسله من الاهداف المتتاليه، ما بقاش عندنا حته انك انت ما بتسجل يعني ما بتستغلش فرص او ما بتسجلش اهداف او ودي كانت مشكله الاهلي في السنتين ثلاثه اللي فاتوا، انت بيجي لك فرص كثيره جدا بتضيع فرص كثير، تمام، واضح ان المنظومه اللي بيشتغل عليها كولر هو منظومه كيفيه صناعه الاهداف مش من يسجل الهدف، خد بالك دي ده موضوع مختلف تماما، ان انا ازاي بدور على ان انا هسجل هدف ازاي مش مين اللي هيسجل لي هدف في النهايه، تمام، يعني انت رصاصات الحربه مودست او كهرباء او ممكن يكون واحد كل واحد مسجل هدف الفتره اللي فاتت دي كلها الاربع خمس ست ماتشات، تمام، لكن حسين الشحات مسجل هدفين ثلاثه، بيرسيتاو مسجل 4 اهداف، يعني عندك لعيبه ثانيه بتسجل لك اهداف، فانت النهارده اشتغلت انك ازاي تدور على انك تسجل الاهداف، طريقه تسجيل الاهداف ده المختلف في الاهلي ما بين السنتين اللي فاتوا، تمام، وما بين النهارده او الفتره اللي فاتت مع مستر كولر، واشتغل عليها كويس والاهلي يعني بدليل انك انت بتسجل 4 في 3 في 3 في 4 يعني مسجل حوالي 12 هدف في 4 مباريات، طريقه لعب دي 4 3 3 4 3 3 وفي 4 احتياط
فالنهارده لا، انت في الحته الهجوميه بتقدم بشكل كويس. صح. تمام، عندك التحولات بتعملها بشكل رائع جدا، ودي برضو كان يفتقدها الاهلي في اوقات كتيره جدا، انك ازاي تعمل التحول السريع من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه وتصنع وتخلق فرصه للتهديف، وده اللي عملته الفتره اللي فاتت الاهلي فقط لا غير. النهارده او حتى الماتش اللي فات في بعض الاوقات تمام، ومباراه الشباب بلوزداد اللي كانت في اول السيزون، بيجي لك وقت قصدك اتحاد العاصمه، اتحاد العاصمه اسف، بتفقد السيطره على الملعب. هي دي بس نقطه الخلل في الموضوع، وسط الملعب، وسط الملعب طبعا وسط الملعب. ازاي بتفقد السيطره عليه؟ ليه يا كابتن؟ النهارده ما ينفعش طول ال 90 دقيقه ابقى رتم واحد. انت النهارده الاهلي متفوق طبعا، يعني مما لا شك فيه، متفوق من حيث التهديف، متفوق من حيث الفرص. لكن انت النهارده احنا طبعا احنا بنتمنى طبعا ان كل مباراه انت مش بس تتفوق في الحته التهديفيه، انت عايز سيطره واستحواذ وتفوق عايز كل حاجه، عايز كل حاجه في الملعب. هو مش طبيعي في كره القدم، مش عادي يعني تمام، لان انت برضه بتلاعب فرقه عندها امكانيات وعندها قدرات، فطبيعي انت بتهاجم، الفرقه الثانيه هتهاجم، هيجي لك وقت بتدافع، هم هيجي لهم وقت بيهاجموا، ده وضع طبيعي، ده نظريه صحيه في كره القدم. مفيش فرقه في العالم بتهاجم طول الوقت او بتستحوذ طول الوقت وبتهاجم بقيه الوقت، مفيش في العالم بيحصل كده، لازم يبقى في فعل ورد فعل. لكن النهارده اللي حصل كان رد الفعل كان اكبر شويه من اللي احنا عايزينه. كنا محتاجين في وقت من الاوقات انك تمسك كوره، تلعب تباصي، تروح تلعب تباصي، تهدى كوره. انت تحديدا بتتكلم على الشوط الثاني او طبعًا. بعض لقطات الشوط الثاني، الشوط تحديدا بالظبط تحديدا يعني هو التغييرات اثرت سلبا على اداء النادي الاهلي. يعني قولا واحدا، يعني التغييرات اثرت سلبا على اداء النادي الاهلي. انت راجل كسبان 2-0، كره في ملعبك تمام، مادي بشكل كويس، الخط الهجومي بتاعك فايق قوي تمام. خد بالك، انا لما الخط الهجومي بتاعي يبقى فايق لازم استغل الحته دي بشكل كويس، اقفل الحته بقى الدفاعيه بشكل يعني اقفلها خالص، انهي عليها تمام. الهجمه اللي تروح تبقى هجمه عنتريه زي ما بيقولوا كده، ما تبقاش هجمه بقى منظمه، وده بيستلم براحته وده بالباص وبيرقص وبيروح. يعني اللي شفناه النهارده في طريقه لعب الاسماعيلي، اللي خد بالك اللي جت على حساب انهاء الهجمات، ما هو برضه في حاجه قصاد حاجه. هو النهارده بيعمل ايه؟ هو بيعمل زحمه في نص الملعب فبيستحوذ، وباين ان شكله حلو، لكن على حساب الحته الهجوميه، على حساب الحته التهديفيه، لانه لما بيوصل ما بيلاقيش حد قدام، لما بيوصل عبد الرحمن مجدي ما بيبص ما بيلاقي راس الحربه جنبه مش قدام، فاهم قصدي؟ بيلاقي الطرف الثاني برضه مقرب مش قدام، يعني برضه هم عندهم في مشكله حته في انهاء الهجمه، لان هم دايما متكترين او منتشرين في نص الملعب، فدي على حساب الحته الهجوميه. والله عشان... وعلى حساب الحته الدفاعيه كمان. يعني هم الشوط الثاني والشوط الاولاني برضه. لا يعني في مساحات كبيره جدا. طبعا في مساحات في ورا خط ظهرهم جدا، رهيبه جدا جدا، وعندهم مشكله كبيره جدا في الكرات العكسيه. بالظبط، مشكله رهيبه في الكرات العكسيه، التغطيه يعني العكسيه دايماً سيئه، البلايند اريا عندهم يعني فيها ازمه كبيره جدا جدا بالنسبه لهم. كل الكرات الملعوبه عكسيه في عندها مشاكل كبيره جدا. حسين الشحات الشوط الاول كان بيستلم مستريح، بيرسي تاو بيستلم مستريح، حتى الشوط الثاني كمان لعيبه الاهلي في الهجمات المرتده السريعه الكرات العكسيه دايما لعيبه الاهلي بتستلم. طبعا فيها خطوره، لان في فرق سرعات وفرق مهارات. صح. لكن اللي انا بقوله ان هم لما بيستلموا في نص الملعب هم كتير حنيه في نص ملعب، يعني عندهم زحمه كمان. وبعدين خلاص انت كمستر كولر شايف ان علي معلول عنده مشكله في الحته دي تمام، فمن الطبيعي بقى يعني ما يبقاش التغيير في الدقيقه 79. بس هو الشوط الثاني خلي بالك بان شويه ميل حسين الشحات لتحت شويه علشان يساعد علي معلول في الحته دي، عشان كده اثر على اداؤه الهجومي. بالظبط، ما هو انا بالزبط. بص الكابتن، ما هو بص فتاثر الناحيه، اتاثرت الناحيه دي بسبب البالانس، وضع حسين الشحات. البالانس مش هيعمله حسين الشحات، لان حسين الشحات هو ده فيزيكال يا كابتن، دي حاجه كده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. حسين الشحات مش طبيعي، هيلعب هيجري في ال 90 متر طول الماتش. بالزبط. هيرجع يساند مع علي معلول ويطلع يجري الناحيه الثانيه عشان يبني هجمه، صعبه جدا، مستحيل في كره القدم، مستحيل. مين اللي بيعمل الحته دي؟ الديفندرز تمام، الميد فيلدرز بتوعك تمام، هم اللي بيعملوا الحته دي. هم كان المفروض مستر كولر من بدايه الشوط الثاني يتدارك الموقف تمام، ويغير، عايز يغير مودستي، كان المفروض الطبيعي يغير مودستي ويحط بيرسيتاو قدام في الحته اللي قدام، وينزل واحد وينزل مروان عطيه يلعب في الحته اللي في القلب، ويقفل قلب الملعب على فرقه الاسماعيلي عشان ما يبانش ان هم عندهم خطوره. لان خد بالك انت 2-0 في اي وقت من الاوقات كان الاسماعيلي ممكن يجيب جول في اي وقت من الوقت. ولو كان جاب جول كان دخل في الماتش، ما كانش الماتش طلع بالشكل اللي احنا شفناه ده، اللي هو 3-0 والاهلي تمام. يعني هم جاب الجول متاخر، يعني لو الجول ده بدري شويه عن كده في الدقيقة 10، الدقيقة 15، حتى الدقيقة 20 كان ممكن يبقى الماتش متغير
شويه كويس انه ما جاش بدري. يا بلال احنا اللي جبنا الجول في نفسنا. هي كانت كره كمان يعني مننا. يعني احنا اللي ساعدناهم في الموضوع. فاهم قصدي؟ فانت النهارده لا انت ده ملخص الماتش طبعا. النهارده طبعا يعني الشناوي تحقيق تقدير للشناوي طبعا. النهارده انقذ يعني اكثر من فرصه يعني من فايق. الشناوي النهارده كان فايق الحقيقه. تعامل بس مع كل بس انا عايز اقول لك حاجه كابتن بلال. يمكن الماتش اللي فات انت كنت بتلعب امبي في الكاس كويس ما جاتش عليك كميه الهجمات دي ومستر كولر طلع اتكلم عن الموضوع ده. اعتقد هو برضو يعني اتكلم عليا كابتن اتكلم على ان في بعض الهجمات وبعض نتيجه بعض الاخطاء الفرديه مننا في الدفاعيه الشوط الثاني بالذات مكنت امبي ان هو يوصل ويهدد مرمى الشناوي. بس النهارده اعتقد النهارده هيتكلم برضو عن الموضوع ده. النهارده مش اخطاء فرديه. النهارده خطا تكتيكي. في فرق بين الخطا الفردي لو انا مثلا علي معلول مقصر في كوره ما بيجريش حسين الشحات ما بيرجعش يعني دي ده طبعا الجول ده رائع جدا 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 كوره امام وحسين طبعا يعني هدف نموذجي هدف عالمي هدف ماركه النادي الاهلي يعني ملعوب بشكل رائع جدا جدا. امام عاشور حطها حلو قوي. حسين الشحات يعني حسين كمان تقلع الكوره قوي تمام وركنها في حته رائعه جدا جت يعني هي حسن حظ بيرسي تاون جات له وسوء توفيق طبعا حسين الشحات هدف رائع الحقيقه جدا. بص حسين الشحات تقلع الكره وحطها في الزاويه البعيده يعني هدف جميل الحقيقه يعني من الاهداف الرائعه. وخلي بالك فيها حسن تصرف كبير جدا من بيرسي تاون برضه. طب بيرسي تاون ايه حسن التصرف كده كمان؟ اولا استلم كويس جدا وفي اقل من ثانيه حط كره في الجول. ده كان لو واحد تاني كان ممكن يطول شويه فيها بعد ما يوقفها ممكن يضغط عليه لعيب الاسماعيلي. انت شايف كده يا كابتن ايمن؟ والله انا شايف كده ممكن دي جايه على شماله ايمن. طب ماشي احنا انت شايف كده؟ ايوه ايمن بيتكلم صح. والله العظيم ممكن. لا بتحصل. بقول لك ايه؟ دي جايه على شماله. انت مش عارف هي يعني هي بدلك لحسين الشحات يعني موفق فيها يعني دي فيها توفيق رائع. بقول لك يا بلال الشحات كل ماتش يلعب ال 10 دقايق دول يخلص اي ماتش. صحيح ايجابي جدا جدا جدا. انت صعب انت عايز صعب الكوره. هي الكوره سهله جدا يعني مش محتاجه. طب بقول لك ايه ما تيجي بالنسبه لبيرسي تاو عادل سهل بالنسبه لبيرسي تاو لكن حلوه قوي. يعني انا مثلا يعني لو ليك انت كابتن عادل يعني هنقول جت على شمالك هتبقى صعبه شويه يعني وازو انها جت على شماله يعني ده القصد. فخلينا نروح نتفرج على مستر كولر بعد المباراه في المؤتمر قال ايه. نروح لمستر كولر. خلينا نمسك الكلام ده. اوكي ja wir freuen uns dass wir das Spiel vor der Länderspielpause gewinnen konnten. احنا سعداء جدا بالفوز النهارده قبل التوقف الدولي. Ich glaube es war ein intensives Spiel mit einem starken Gegner. اعتقد ان كان مباراه صعبه جدا ضد منافس قوي جدا. Wir mussten voll konzentriert sein, mussten gut arbeiten und wir haben unsere Möglichkeiten nach vorne ausgenutzt und dementsprechend sieht es vielleicht am Schluss klar aus, aber der Gegner hat uns schon auch das eine oder andere Problem bereitet. عشان كده كان لازم نكون مركزين كويس جدا في مباراة النهاردة ونشتغل كتير. قدرنا ان احنا نستغل فرصنا كويس. النتيجة في الآخر شكلها كبيرة لكن ما تعبرش قوي عن سير المباراه ان كان ماتش صعب والمنافس خلق لنا فرص خلق لنا صعوبات كبيره. Schade, dass wir verletzt austauschen mussten, dass Imam raus musste. Wir sind da noch am abklären, was es ist und wir hoffen, dass es natürlich nichts Schlimmeres ist, dass er weiter dann mit uns spielen kann. زعلانين جدا ان احنا كان لازم نعمل تغيير اضطراري لاصابه امام في الشوط الاولاني. هو دلوقتي بيتم فحصه. بنتمنى ان النتائج تبقى كويسه والاشعاعات تبقى كويسه عشان نطمن عليه عشان يقدر يكمل معانا الفتره الجايه. هو لعيب مهم بالنسبه لنا جدا. اسئله؟ Als erstes dann gratuliere ich für den Sieg. Drei wichtige Punkte für den Wettbewerb, für den Meisterschaftstitel. Ja.
Wir haben gesehen, nachdem Imam verletzt war und rauskam, war ein bisschen Undiszipliniertheit im Mittelfeld von Al Ahli. Auch nachher dann mit der Verletzung von Hussein haben diese beiden Verletzungen deine Kalkulationen ein bisschen durcheinander gebracht oder Probleme verursacht? Nein, ich denke nicht. Also mein Gegner hat aus meiner Sicht auch ein gutes Spiel gezeigt. Und es ist ja nicht immer so, dass auch wenn wir alle sind, dass das von alleine läuft. Also wir müssen auch immer viel dazu beitragen, damit wir Spiele gewinnen können oder damit wir den Gegner beherrschen können. Und das gelingt auch nicht jedes Mal, weil auch die anderen gut arbeiten und gute Ideen haben. Und dementsprechend sind wir schlussendlich froh, dass wir die drei Punkte mitnehmen können. مش يعني مش متفق مع حضرتك شويه، لكن الموضوع فيه كمان عنصر مهم وهو عنصر المنافس. المنافس كان كويس، يعني هو حتى احنا لو احنا الاهلي واسم نادي كبير وكل حاجه، لكن الامور ما بتمشيش لوحدها، لازم الواحد يشتغل ويتعب ويعمل حاجات كتير عشان خاطر يقدر ان هو يكسب ماتشات او ان هو يسيطر على الفريق اللي قدامه. وبس ده ما بيحصلش دايما، بتقابل ساعات منافس بيلعب كويس، والنهارده الاسماعيلي لعب كويس جدا وكان ند، فبالتالي الامور بتمشي مش دايما زي ما احنا عايزين، لكن في النهايه احنا استغلنا الفرص بتاعتنا وحققنا الثلاث نقط وعملنا سكور كويس، وده بالنسبه لنا اهم حاجه النهارده. طبعا مستر مبروك لمستر كولر. اشكرته لي غدا في الانزيجو هو المدربين المميزين جدا اللي اثبتوا المتعه في اداء النادي الاهلي، بقى بيكسب اداء ونتيجه. الاهلي اصبح من الفرق الشرسه المرعبه هجوميا، ولكن واضح جدا النهارده زي ما حضرتك قلت واجهت صعوبات، لان كان في مشاكل دفاعيه عند النادي الاهلي لدرجه تخلينا ان احنا نقول ان من ابرز دموع مورانا اربع خمس شناوي. ده الجزء الاول. Das ist die erste Frage. Dann, Sie sind ein sehr großer Trainer. Sie haben wirklich eine große Entwicklung bei Al Ahli gemacht. Das Neue ist bei Al Ahli, dass er nicht nur gewinnt, sondern auch wir genießen das Fußball von Al Ahli. Das ist dann ein schönes Fußball und gleichzeitig auch dann effektiv. Al Ahli ist dann sehr aggressiv geworden. Al Ahli ist wirklich eine Mannschaft, von der man Angst hat. Aber das ist dann besonders in der offensiven Part. Aber defensiv hat Al Ahli dann heute Probleme gezeigt. Sodass man sagen kann, dass Shinawi war heute der beste Spieler auf dem Platz. Der zweite Teil von Frage. Was ist der Grund, warum Tahir dann auf diese Position gespielt hat, anstatt von Imam? Besonders, dass wir Tahir zum ersten Mal in diese Position sehen. بالنسبة لشخص السؤال الأولاني، شناوي عمل ماتش كبير النهارده فعلا، وده بيبسطنا جدا، وده حاجة كويسة جدا لمنتخب مصر إن هو رايح دلوقتي المنتخب، وده باين إن هو في فورمة كويسة جدا. Im Spiel vorher ist er reingekommen, auch auf der Offensivposition, auf der Stürmerposition. Und dann hat er sich viel bewegt, hat viele Laufwege gemacht. Und auch heute war er bei einem Tor mitbeteiligt. Da hat er gut über die Seite gespielt, mit Reda in die Tiefe gelaufen und dann Rückpass. Und Percy, glaube ich, hat dann das Tor erzielt. Also hervorragend herausgespielt. Und das sind diese Position, die er spielen kann, weil er viel in Bewegung ist, weil er körperlich auch robust ist. Und ja, hat mir gut gefallen, das Spiel heute. طاهر عجبني النهارده وعجبني كمان الماتش اللي فات. اما نزل الماتش اللي فات وكان لعبته راس حربه، نزل 10 دقايق كان كويس جدا او لعب مهاجم. النهارده هو كمان كان نشط جدا، كان بيتحرك كتير، كان بيتحرك كويس، حتى في كره شارك في هدف مع رضا، لعبوا كره مع بعض وعلى الطرف وبعدين لعبها لبيرسي جاب الجون. فطاهر بيتحرك كويس جدا، بيأدي كويس جدا في المركز الجديد ده بتاعه. وانا عجبني طاهر جدا النهارده، حركته وجسمه، بيقدر يقف على الكوره، بيقدر يحتفظ بيها، بيتحرك كويس. طاهر عجبني جدا النهارده، وده مركز هو يقدر يلعب فيه، مركز المهاجم. Die defensive Probleme heute, was ist Ihre Meinung dazu? Haben Sie nicht geantwortet? Ja, also der Gegner hat ja auch gut gespielt und wir waren vielleicht auch in der ersten Halbzeit waren wir nicht ganz so gut organisiert, dass wir uns mehr hätten absprechen müssen. Aber eben,
das ist halt auch mal möglich, wenn man die Gegner sich da auch gut aufstellt. Und das haben sie gemacht. Und wir hatten ein bisschen Probleme, also dass sie einen guten Ballbesitz hatten, aber Tore haben sie ja nur eins gemacht und am Schluss auch auf einen Fehler von uns. هو احنا برضه بننسى مره ثانيه فكره ان انا بلعب منافس كويس، يعني هم كانوا كويسين، يعني هم هجوميا كانوا كويسين. الشوط الاولاني بالذات كان عندنا بعض المشاكل اكتر كمان في عمليه التنظيم، وان احنا كان لازم نكلم بعض وفي عمليه التسليم. لكن في النهايه هم كانوا بيحاولوا، ما جابوش غير جون واحد، والجون اللي جابوه ده كان في اخر الماتش باستهتار مننا او غلطه مننا، لكن ما كانش فيه اهداف جابوها. لكن طبيعي ان انت بتلعب فرقه كويسه تقدر انها تخلق فرص. مبروك للنادي الاهلي. كاتولي غدا في الاهلي. ولكن في مازال خط الدفاع في مشاكل، واحنا بتاعت لاعب في السوبر الافريقي في فرق احسن من فرق الدوري المصري وهتلعب في كاس عالم الانديه. عايزين نعرف من مستر كوره هيعالج نقطه الدفاع دي ازاي؟ هذا نفس السؤال على بالظبط. spricht auch wieder von der defensiven Probleme bei Ahli, besonders dass wir in den Super League spielen, nachher in Club WM. Wie werden Sie das mit den defensiven Problemen, die wir aktuell haben, dann lösen? Dann habe ich gesagt, das ist die gleiche Frage, die wir eben hatten. Ja, also wir haben keine defensiven Probleme. Wenn wir defensive Probleme hätten, dann hätten wir das Spiel verloren. احنا ما عندناش مشاكل دفاعية، لو كان عندنا مشاكل دفاعية كنا خسرنا الماتش. Es sind ein paar Dinge, die man anschauen muss, wie man vielleicht dann auch taktisch spielt oder wie man ja, vielleicht dann auch attackiert und unterstützt wird. Aber wir haben das Spiel 3-1 gewonnen. في بعض اللقطات ممكن ان احنا نتكلم مع بعض فيها، ان احنا نحسن فيها الوقفه، الحركه، ازاي نبقى كومباكت شويه في بعض اللقطات، لكن في المجمل ادائنا الدفاعي قوي جدا بدليل ان احنا كسبنا 3-1. الناس بقت عايزه ان احنا نلعب كرة. كابتن شريف كلم مستر كولر، الماتش كان صعب، النتيجه في بعض الاحيان لا تعبر عن سير المباراه، المباراه كانت مفتوحه، فرص ضاعت كتير من الجانبين. امام عاشور لسه مستنين الاشعه ان شاء الله عشان نطمن عليه. اتكلم عن طاهر محمد طاهر والمركز الجديد بتاع طاهر، وان هو من وجهه نظر ان هو اجاد فيه النهارده، وكان لعب في الحته دي مع رضا سليم وعمل الجول الثالث لبيرسي تاو. اتكلم عن المشاكل الدفاعيه اللي حاصله، بس قال لك ده وضع طبيعي، مباراه مفتوحه وبنلعب خصم قوي، وبرده دفاعنا كان قوي، والدليل ان انت طالع كسبان الماتش 3-1. بص يا كابتن ايمن، المباراه النهارده ما كنتش متخيلها هتبقى ايجاليتي كده، هجمه هنا وهجمه هنا وهجمه هنا. كان في حاجه النهارده انا راهنت معاك على ايه؟ على امام عاشور وحسين الشحات وامام من اول مباراه. النادي الاهلي بطبيعته فريق مهاجم مش فريق مدافع. لما انت بتهاجم بكل خطوطك او بتبقى عندك فكر المدرب وهو بيفكر ايه المفاتيح النهارده اللي هي ممكن تكسبه، انا وعادل حطينا امام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو، ثلاث دواير كده فوز. بيتبني على الثلاثه دول ايه؟ تحركات اللعيبه كلها وحيويتها. وهو قال لك طاهر النهارده نفع في الحيويه وفي عجبه في الحيويه وتحركاته في مركزه في المركز اللي هو في اي وضع. ما هو راكر ده جه من وينج ليفت وعدى وعامل كره عرضيه جت جون 110 على 10. ده تحرك لعيب زيه زي حسين الشحات، قطع وراح وان تو عالمي وحطها في العرض، قطع وجات له باص راح جاب جون عالمي. نفس يعني اللعيبه دي كلها بتاعت النادي الاهلي في الحيويه والتحركات بتاعتهم يقدروا يحسموا اي مباراه بيلعبوها على حسب امكانياتهم وفردياتهم. ولكن مستر كولر لازم يوفر الحمايه للعيبه دي، والكلام ده اللي قلناه السنه اللي فاتت بعد مباراه سان داونز، قلنا احنا مش هينفع ما نوفرش حمايه للناس المهاجمين بتوعنا، وخاصه ان احنا بنهاجم بكل اطرافنا، بنهاجم بعلي معلول وبنهاجم بمحمد هاني وديانج دلوقتي ما بيلعبش سته. طب بعد اذنك كابتن سريعا بس هنروح لدكتور النادي الاهلي دكتور احمد جاب الله،
ولقاء مع مراسلنا فاروق صلاح للاطمئنان على إمام عاشور. من جديد بجدد تحية بكابتن أيمن شوقي وضيوف الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان مصر كلها وكل جماهير النادي الأهلي طبعا الآن على إمام عاشور، والجميع عايز يطمن على حالة إمام عاشور. اللي يعني خلينا نطمن بشكل أكتر مع الدكتور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي. دكتور أحمد برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. السؤال الأول والأهم، طمنا على حالة إمام عاشور، الجميع في حالة قلق، كلنا شفنا شكل إصابة إمام عاشور، التأثير على إمام عاشور، طمنا وحطنا في الصورة دكتور أحمد. الحمد لله، الحمد لله. أولا ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي، والحمد لله أحب أطمنكم على إمام. يعني هو اتعرض لكدمة جامدة شوية في الساق، أسفل الساق وعند الكاحل، الحمد لله عملنا له أشعة وطمنا عليها، ويعني يعني مدة الغياب ممكن ما تعداش إن شاء الله 10 أيام أو 8 أيام بإذن الله. 10 ايام الحمد لله يا دكتور، شفنا التاثير، صوره امام عاشور خلعت قلوب كل جماهير النادي الاهلي باذن الله، نتعامل معها بشكل سريع ويرجع في اقرب وقت ان شاء الله للفرقه. سرعه التعامل مع الاصابه، احد افراد الجهاز الطبي دكتور عبد المجيد مع حضرتك خد اللاعب وراح المستشفى، ايه التفاصيل اللي تمت في المستشفى هناك يا دكتور؟ الحمد لله، هو راح طلع باللاعب على اقرب مستشفى لينا، وكان في تواصل وحتى احنا على الدكه على نوع الاشعه اللي هنعملها، وبلغني بيها، والحمد لله انا اطمنت عليه من قبل ما يوصل. هو لسه واصل، واحنا اصلا عندنا دلوقتي يعني زحمه شويه، عندنا حفله تجهيزات. هو بس الحمد لله اطمنا عليه وفحصه كويس، بس يعني هي مده الغياب ممكن من 7 ايام ل 10 ايام، والحمد لله بنبدا النهارده بدا العلاج على طول معانا. انا بقى هتكلم على التجهيزات اللي بتتم بعد المباراه، وعندنا طبعا انت عارف ان مجموعه من اللعيبه الدوليه خلاص هتتضم لمنتخباتها الوطنيه، يبقى عندنا سفر لتنزانيا، في تطعيمات طبعا بتتم في افريقيا برضو، يعني قربنا من الصوره دي يا دكتور، وعارف ان حضرتك قدرت ان انت يعني تنظم هذه الامور لبعثه النادي الاهلي. الحمد لله، احنا يعني موضوع ضغط الماتشات وما عندناش وقت، فنسقنا الجزء ان في تطعيمات تتحدد قبل السفر، خصوصا ان احنا النهارده هيبقى اول اخر تجمع بيننا مع اللعيبه، خصوصا هيبقى في فتره اجازه، تجمعنا مع اللعيبه وخصوصا بالتنسيق برضو، يعني الدكتور محمد ابو العيلة انا مبلغه الاجراءات اللي احنا هناخدها، تطعيمات بسيطه بس بحيث ان اللعيبه الدوليه واللعيبه لما تتجمع يبقى قبل السفر بيوم او يومين كلنا جاهزين، اللعيبه تتمرن ونسافر باذن الله لتنزانيا. يعني اخيرا مش هطول عليك، عمرو السوليه، محمود متولي، صلاح محسن، كريم نيدفيد، اقرب اللعيبه اللي تكون موجوده معانا ان شاء الله خلال بطوله السوبر او بدءا من مباراه سيمبا التنزاني. بطولة السوق سيمبا التنزاني يعني صعب، بس اقرب لعيبه باذن الله كريم نادر وصلاح محسن باذن الله. النهارده سبب برضو غياب كريم فؤاد، يعني شفنا كريم فؤاد غاب النهارده، برضو طمنا وطمن جماهير النادي الاهلي على كريم فؤاد. هو امبارح اول ما جه النادي كان اتعرض بشكوى في الضمه يمين، تم فحصه وعملنا له اختبارات، قررنا عدم مشاركته في التمرين، وبالتالي طلع بره السكور اللي طالع المعسكر، وعملنا له اشعه ويعني كان فيها شده من الدرجه الثانيه، ان شاء الله يرجع في اقرب وقت باذن الله. شكرا يا دكتور احمد، ونتمنى لك التوفيق وسلام لكل اللاعبين. شكرا 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 ليك، شكرا جدا. كابتن ايمن طبعا كان مهم جدا ان احنا نطمن كل جماهيرنا جمهور النادي الاهلي على اللاعب امام عاشور اللي زي ما صرح لنا الدكتور احمد جاب الله، وطمنا وطمن كل جماهير النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح، طمنا دكتور احمد جاب الله على امام عاشور، الحمد لله كدمه ممكن تقعد لها اسبوع 10 ايام ان شاء الله ويرجع تاني، هو بس هيفتقد وجوده مع منتخب مصر الفتره ديت، ولكن ان شاء الله يرجع الملاعب بسرعه باذن الله. كابتن شريف، الحمد لله الحمد لله، احنا اتفقنا ان هي هتبقى اصابه كدمه يعني قويه شويه، باذن الله يعدي منها على خير باذن الله ويرجع نشوفه تاني باذن الله. فكنا بنتكلم على انا كنت بكلم في نقطه الحمايه بالنسبه للشكل الهجومي اللي بيلعب فيه النادي الاهلي. الشكل ده ادانا اربع بطولات السنه اللي فاتت او خمس بطولات كويس، اللي هو ايه؟ احنا بعد ماتش سان داونز اكتشفنا ان احنا لابد ان نلعب بثلاث كتيبه في النص الملعب، اللي هو كان ديانج ومروان واعتقد كان حمدي فتحي كمان. الثلاثه دول اللي كانوا موجودين. الحكايه دي حصلت حمايه بالنسبه للاطراف بتاعتنا وللانطلاقات بتاعت كل اللعيبه والتحرر والفرديات، اللي انا كل ما اقدر، اصل انت لما بتهجم ممكن الكره تقطع منك، فلازم تبقى ليك حمايه في الكره الثانيه. مظبوط. فكان هو ده الوضع اللي دايما عند مستر كولر بالنسبه للعيب النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، وكان الدفاع بتاعك قريب من نص ملعبك السنه اللي فاتت،
فكانت كل الكور اللي هي بتيجي تتقطع عنا الكورتين بيبقاش فيه المساحات اللي احنا شايفينها دي، بتبقى الملعب بيبقى زحمه، مش هتقدر تعمل، عايز تضرب فرقتي انا تلعب له بقى كره طويله وتبقى السرعات هي اللي بتحكم الفرق، وبيطلع ساعات الليبرو بتاعي الشناوي بيقطع كل الكور دي. فلابد ان الفتره اللي جايه دي اللي احنا داخلين على بطولات كتير قوي واعتراقات ومشاركات واشكال من الفرق مختلفه، مستويات مختلفه، هتلعب مع مستوى اول وهتلعب مع مستوى رابع وهتلعب مع مستوى تاني، يعني انت عندك زحمه جدا في مختلف الاداء والاجواء والملاعب، فلازم انت في الفتره الجايه دي تامن شكلك نص الملعب ده، لازم ترجع تاني لنفس الكتيبه اللي انت بتلعب بيها، ودي مش نصيحه، دي مشاهده للاحداث اللي احنا شفناها. اديك شفت فرقه زي الاسماعيلي عندها فكره وبتلعب وبتنقل كره وعندها سرعات بقت بتروح لك، احنا بقينا قاعدين نقول مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي. صحيح. فباذن الله يفطن مستر كولر، واكيد هو شايف ان الراجل احمد نبيل كوكا النهارده شال الحكايه كلها. معانا اهداف المباراه كابتن شريف، ان الهدف الاول لا ده هدف عالمي امام حسين، بص الضغط بتاع حسين الشحات وقطعه للكوره وسرعه التنفيذ اللي بيعملها دي مش اول مره، يعني لو يعدوا لنا الثلاث اربع تجوان اللي جابهم هتلاقيهم نفس الشكل. صحيح. بس التانيين بيخشوا، والقطع الثاني بتاعه اللي قطعه ده وداخل عمل اللي. عشان كده انا بقول لك ايه، كنت بقول لك تحرر امام عاشور وحسين الشحات ملوش اوردر من الكوتش. هات لنا اللعبه من بدايتها تاني يا سمير بعد اذنك. بعد اذنك بص يا كابتن من البدايه، بص اللغه وتحرك بالظبط لغه ايه، بص من حسين لعلي المثلث اهو، بص الراجل شايف وحسين مكمل ولا والدوسه على الكره، ضرب الراجل في ظهره بقى ولمسة مواجه للجول. وكانت اجمل حاجه انها تخش بقى على طول. صحيح. انما حظ بيرسي تاو ان هي ترجع له تجيل. وزي ما قال اسامه وعادل وانت ان الكره احتاجت شيء من الهدوء عشان تبقى جول بالظبط، بس هو جملها اكتر، بس كان لازم تيجي جول، هو جملها اكتر بالتصويبه القويه. ايوه صح. لا وشالها فوق. شالها فوق وشالها يعني. فبص التوقيفه والتصويبه برجله الشمال اللي هي حرفيته او ده تمنه مظبوط، يعني جات له على الحته اللي هو بيحبها. ده بالنسبه للجول ده. صحيح. اللي الثنائي ده اللي انا وانت راهننا عليه برضو. أيوة. قبل الماتش انت قلت لي سعيد. قبل انا سعيد البداية. انا سعيد ان تعالي انا بص لإمام. شايف الاثنين عاملين ازاي، الاثنين لعيب الكوره، حسين داخل زي بتوع الباسكت بول اللي هو داخل في وسط المجموعه يجيب دنك. بقول لك ايه، والهاند بول ده دول اكنهم سماش داخلين بيخترقوا في الهاند بول وبيجيبوا جول. انا عايز اقول لك على حاجه، دي طبيعه اداء الفرق الكبيره. صح. وخاصه النادي الاهلي. مظبوط. فعشان كده انا بقول لك نفسنا نامن الكره الثانيه لما تتقطع بالشكل الدفاعي. صحيح. الجول الثاني لو معانا كمان نحلله، ادي الجول الثاني بدايته كابتن اسامه ديانج. اهي دي اللعبه لما رجعها لنا ثاني مخرجنا برضو، اللعبه اللي انا قلت لك عليها من بدايه اللقاء، انه احيانا حسين الشحات او بيرسي تاو بيجوا من الاجنحه وبيجروا في العمق في ظهر المدافعين وتتلعب لهم الكره طويله بينيه سواء عاليه او زي ما كوكا عملها باتقان جدا على الارض بينيه وسط السردباكات، الاثنين سردباكات، فرؤيه جيده جدا من كوكا، تمريره سحريه في لحظه الاربع مدافعين بتوع الاسماعيلي هم بيطلعوا، حسين الشحات قطع من الطرف الشمال للعمق وهو شافها ولعبها باتقان جدا، وحسين ما ترددش في اللحظه اللي فوزي طلع متردد، حسين ما كانش متردد فشالها باتقان قوي من يعتبر من فوق فوزي او على يمينه، يعني شالها الجون مفتوح حلوه جدا. يعني بص التحرك من حسين هايل وتمريره كوكا اكثر من ممتاز. صحيح. صحيح. فهو جون وحسين قطع كويس جدا. طبعا مناسب. انا قلت لك اللعبه دي فعلا. انا قلت لك اللعبه دي من السنه اللي فاتت بتتعمل كتير، سواء بتتعمل طوليه عاليه يعني من فوق راس المدافعين، او زي ما كوكا عملها كده تقريبا ارضيه يعني في العمق والاطراف بتقطع لجوه، فحسين وكوكا كانت تناغم بينهم جدا،
وحسين ما ترددش في لحظة على طول شالها حلوة قوي من على شمال فوزي أو من فوقيه يعني. صحيح ده الهدف الثالث كابتن عادل وكابتن بلال، الهدف الثالث للنادي الأهلي. ممكن تجيبها لنا من بدايتها بعد إذنك يا سمير؟ أنا عايز أقول لك حاجة يعني في الهدف ده حاجة، وسمير هيوقف لي الكرة في اللعبة دي. عايزك تشوف بيرسي تاو وهو بيوجه الكرة. أي. نفس الفكرة اللي عمل بيها الجنين اللي قبل كده في الدوري في المصري، إن هو خلاص حدد الزاوية. يعني لو جابها من ورا سمير بعد إذنك تجيبها لي من ورا، اللي هي من ورا الجون، لما نشوف بيرسي تاو وشه فين، مركز في الكورة، ما بصش على الجون، حط الكرة في المكان اللي هو دائما بيشتغل. يعني محمد صلاح جاب جون النهارده شبهه كده، حافظها يعني، اللي هو طول الوقت خلاص انت حددت الـ 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 الزاويه وحددت الـ الـ الخطوط يا كابتن ايمن. ودي يعني لا، بس سمير يجيبها لنا من الاعاده الاخيره اللي هي بتيجي من ورا الجول، هتشوف وش هتشوف بص هتشوف وش بيرسي تاو عامل ازاي. اولا مش هيبص على الجول خالص، هو حدد الزاويه اهو في الاخر زي البنالتي بالظبط. ما هو حدد الزاويه، بص هو شاطها وحدد الزاويه، هو واقف عند البنالتي عكس اتجاه الجول. صحيح. الجونين اللي جابهم في المصري حاجه كانوا زي كده، لكن الاجمل ما في الامر ايه؟ طاهر، محمد طاهر صحيح، ورضا سليم في بدايه اللعبه. يعني لو جبنا بقى بدايه اللعبه هتلاقي الثلاثيات الدبل باص اللي اتعمل مظبوط اهو، وراح. بس قبل دي يا سمير لو سمحت من الاول خالص، ايوه اهو يعني اول حاجه طاهر لعبها لرضا سليم الاول، وبعدين رضا سليم لعبها لطاهر تاني. طاهر على فكره هو طاهر كان لعبها المودست ولا اعتقد صح؟ بص عايز اقول لك حاجه، والقضيه دي دايما بيسروها كل المهاجمين مع الاطراف كويس. هو انت كطرف ممكن ترفع عينك وتلعب الكرة الواحد، ولا هو الراس حربة بيعرف يتحرك جوه ال 18 بيتوقع اللعبة؟ أيوة. في فرق ما بين لعيب على الطرف، لعيب ممكن أحيانا يلعبها لك في رجلك ودي بتبقى فيها صعوبة، لأنك بتبقى اللي بيجي دايما من على الطرف الباور بتاع بيكون 60-70% راح منه الباور، فالدقه ما بتبقاش جيده. انت فاهمني؟ يجب على المهاجم هو اللي يتحرك للكوره كويس، بمعرفته باللاعب اللي بيجري معاه، لمعرفته بالشكل. فلما حط الباص طاهر، محمد طاهر حطه اكيد لمودريتش، لكن برضه التحرك بتاع بيرسي تاو تحرك جيد، اللي هو يمكن انا اقول لك حاجه، مودريتش التحرك بتاعه ما كانش جيد. عارف ليه؟ لانه كان جنبه للجول وكان جاي بدري شويه، كان لازم يقلل خطواته، فاهم؟ لو قلل خطواته كان ممكن يروح لها بالشكل اللي هو ايه اللي كان المفترض يبقى. بس عادل، انا عايز اقول لك حاجه ايمن، يا ريت يرجعها لنا. خلي بالك انت بتقول مودست اتحرك، خلي بالك طاهر لو كان لعبها بالشمال قبل ما يزق الزقه الثانيه كانت هتيجي قدام مودست. يعني يا ريت يرجع مخرجنا يرجعها، موافقونك. بص ثانيه هتتلعب، بص خد بالك بقى. أي. لو طائر متاكد من رجله الشمال، لو علي معلول كان عملها كان عملها له كده من لا من بدري، من قبل أيوه ما ايوه بالظبط بالظبط كان ممكن. لو علي معلول كان عملها صحيح. كابتن بلال، الايجابيه على المرمى. ايوه مش هحل الجون الرابع؟ تحل تحرك اللي فينا، تحرك طاهر، ثنائيات رضا وطاهر في الجول، ورؤيه طاهر وتحرك بيرسي تاو. كابتن عادل اتكلم على نقطه مهمه جدا، الا وهي نقطه التحركات. دايما يعني الكباتن الكبار كانوا بيعلمونا زمان ايه؟ يقول لك الكره لو من بعيد تبقى مهمه راس الحرب. طب نستاذنك بس يا كابتن، معلش هنروح لزميلنا فاروق صلاح مجموعه من اللقاءات سريعا، وبعدين نرجع نحلل الجوال مره ثانيه. بدا لقط اللبس الكباتن النادي الاهلي مع رضا سليم، لكن موهبه رضا سليم فرضت نفسها على النادي الاهلي. كما ملي كتكون واحد المجموعه ديال الدراري مزيانين وكيبغيو الخير لبعضياتهم، ضروري غادي تتاقلم وغادي تدخل في المجموعه، وكتدخل في المجموعه الحمد لله. هادشي بالخدمه وبفضل الله سبحانه وتعالى.
مين اقرب اللاعبين لرضا سليم اللي يعني دخلوك في الاجواء بسرعه؟ انا عارف ان كهربا دايما بيتكلم معاك باللغه المصريه، حفظك بعض الكلمات المصريه. والصراحه الدراري كاملين اصحابي والدراري دراري كاملين خوشي، كنبغي نشكرهم وكنقول لهم شكرا حنا ندخلش معاكم بسرعه وان شاء الله نفرحوا هذا الجمهور الاهلاوي ان شاء الله. ما ينفعش يكون معايا رضا سليم وما اسالكش وبارك لك على تنظيم المغرب لكاس العالم 2030، ملف مشترك ولما بين المغرب اسبانيا البرتغال، اعتقد هي انتصار للكره المغربيه، وكواحد من ابناء الكره المغربيه سعيد بالتنظيم ده رضا. واي واحد كيكون فرحان ببلاده ملي كينظم واحد الكروي ديال كاس العالم ان شاء الله غادي يكون واحد كاس العالم اللي زوين وغادي يشرف العرب كاملين ان شاء الله. هل رضا تم استدعائه للمنتخب المغربي؟ انا عارف ان رضا واحد من العناصر المهمه جدا بالنسبه للكره المغربيه. ما تستدعيش المنتخب الوطني، ولكن ان شاء الله بالخدمه وبالعمل وبالماتشات ان شاء الله غادي نشحق المنتخب الوطني وغادي نعطيه الاضافه للفريق المنتخب ديالي والبلاد ديالي. اهم الاكلات المصريه بقى اللي تعلمتها من لعيبه النادي الاهلي، جربتها ولا لسه؟ الفول المدمس، فول مدمس. انا بشكرك يا رضا، انا بشكرك يا رضا والكابتن بيبو. كابتن خالد، رضا اصبح واحد من العناصر المهمه، كان ليكوا دور كبير جدا انه يدخل في اجواء النادي الاهلي، دور كبير جدا لاوضه اللبس في النادي الاهلي. حبيبي رؤى، ومبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي. رضا لعيب كبير، و يعني الحمد لله طبعا النهارده عوده بعد فتره غياب مصاب. لا هو لعيب كبير يعني، هو مش بس انت فاهم منه حاجه؟ بكمل معاك، مكملين طبعا مع كابتننا الكبير كابتن خالد دبيبو، اللي في البدايه طبعا بنقول له كل سنه وانت طيب كابتن خالد، عيد ميلاد سعيد يا كابتن خالد، ومليون مبروك على الفوز. اللعيبه النهارده حبت تحتفل بعيد ميلادك بفوز غالي على فريق الاسماعيلي بثلاثه اهداف مقابل هدف. وانت طيب يا رؤى، وزي ما قلت لك الحمد لله مكسب ورا مكسب ان شاء الله، نكمل على كده ان شاء الله الفتره كلها اللي جايه. زي ما بقول لك مكاسب كتير النهارده، عوده الرضا من الاصابه، الاهداف كانت كويسه، كان ممكن نجيب اكتر من كده، بس التوفيق ما حلفناش يعني في اخر المباراه، يعني اكتر من فرصه. ومبروك لجمهور النادي الاهلي. اكيد عايزين نطمن على امام عاشور، يعني اصابه امام عاشور، خروجه للاصابه، عايزين نطمن اخر التفاصيل، تحطنا في الموقف بتفاصيله يا كابتن خالد. والله طبعا لسه خارج من المباراه، وامام دلوقتي بيعمل اشاعه، هنطمن عليه وهببلغه على طول يعني. كابتن خالد، مجهود كبير جدا يعني في تفاصيل كتير جدا منذ تولي الكابتن خالد بيبو المسؤوليه، قدرك انك موجود جوه النادي الاهلي، وجوه النادي الاهلي لازم بتعشق التحديات. كابتن خالد بيبو منذ الساعات الاولى ليه جوه النادي الاهلي امور كتير جدا اثبت يعني على قدر المسؤوليه، والنتائج بتيجي تبعنا يا كابتن خالد. الحمد لله رب العالمين. طبعا انت في النادي الاهلي على طول، احنا لعبنا دلوقتي كم مباراه في كم بطوله يعني، فانت بتخرج من بطوله تخش من بطوله، تخرج من بطوله تخش من بطوله، على طول مباريات متلاحقه. هو ده شغل في النادي الاهلي، انت تبقى موجود لازم تبقى على طول جاهز. بكمل الشغل اللي كان شغال، طبعا الكابتن سيد عمل شغل كبير جدا وعمل اساس كويس، انا بكمل عليه وان شاء الله احنا كلنا بنكمل مع بعض. هو ده النادي الاهلي، انا ما ببداش بصفر، انا ببدا من حيث انتهى الكابتن سيد، خدت الملفات منه وبتكلم معاه على طول، ووصلنا يعني النقطه كويس وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله. هو ده النادي الاهلي وهو ده الكابتن خالد بيبو. كابتن سيد عبد الحفيظ، صعب الامر على يعني على اي حد يجي بعده، لكن دايما جوه النادي الاهلي احنا بنكمل بعض، بتبقى المسؤوليه. كابتن خالد بيبو يعني امتداد ان شاء الله ل يعني كباتن كبير جدا قعدت في المكان دوت، كابتن طارق سليم، كابتن ثابت البطل، كابتن عزت ابو الروس، كابتن سيد عبد الحفيظ، اعتقد الكابتن خالد بيبو ليه ستايله وليه اسلوبه ولطريقته في اداره الكتير جدا من الملفات داخل النادي الاهلي. اكيد طبعا زي ما قلت كده، انا استلمت من الكابتن سيد بقى طبعا، قعد فتره طويله حضر حاجات كتيره قوي، وانا زي ما بقول لك استلمت منه كل الملفات واشتغلت عليها ومكمل شغله، لان في الاخر اللي بيحط السيستم هو النادي، احنا في الاخر بتنفذ السيستم ده وتنفذ السياسه اللي محطوطه بتاعت النادي. طبعا كل واحد باسلوبه، كل واحد بطباعه، كل واحد بشغله، بس في الاخر هو سيستم الشغل كل واحد، نظام الشغل واحد في الاخر. انا دوري ان انا احافظ على نظام الفريق واحافظ على هدوء الفريق، والحمد لله يمكن الفتره دي الدنيا هاديه بشكل كويس جدا، اللعبه كلها ملتزمه. انا مش جاي اعاقب اللعيبه، انا جاي ان انا يعني ان انا يعني اشتغل مع اللعيبه بشكل كويس، ان احنا في الاخر
نقدم كوره كويسه زي ما انت شايف. الحمد لله النتائج كلها ماشيه بشكل كويس، النتائج كلها فيها كميه اهداف مناسبه جدا، وان انا طمعان في اكتر من كده. انا بحب ان دايما ان انا اشوف الكوره جوه الجون، فانت دورك ان انت تساعد اللعيبه ان هو ينزل المباراه، والجهاز الفني ان هم ينزلوا المباراه ما عندهمش مشاكل. هو ده اهم حاجه بالنسبه لدوري. الفتره اللي جايه كتير من الناس هيشوفها انها فيها ضغط فني، عندك مباريات، عندك سفريات، لكن في شق تاني، الشق الاداري، اعتقد فتره من اصعب الفترات، عندك كم سفريات في وقت صعب جدا، تحضيرك انا عارف بتحضر من دلوقتي، وده ضغط تاني وشق تاني بجانب الشغل والضغط الفني يا كابتن خالد. بص، عشان ما ابقاش كذاب، اداره النادي كلها بتتعاون عشان الفرقه ترتاح. السيستم الشغل هو محطوط من اداره النادي، كل واحد في النادي ليه دور بيعمله، مفيش واحد بياخد دور حد ولا واحد ان هو بيعمل كل حاجه. لا، اداره النادي بتساعدك وبتسهلك امور كتيره جدا، انت بتحط نظام وبتحط سيستم عشان الناس تقدر تساعدك وتشتغل بشكل كويس. انا بقول لهم انا محتاج ايه، والناس كلها بتتعاون بشكل محترم جدا وشكل محترف. عشان كده الحمد لله كل سفرياتنا وكل رحلاتنا بتبقى ماشيه بشكل محترم وشكل منتظم، وفي ناس كتيرة قوي، مش انا مش هاخد اللقطه لوحدي يعني، او ان انا اللي بعمل كل حاجه، لا، الادارات النادي وفي الجهاز الاداري شغال بشكل محترم جدا، وزي ما قلت السيستم اللي محطه هو النادي واحنا كلنا بننفذ السيستم. اما عايز اقول لك كل سنه وانت طيب يا كابتن خالد. سنه طبعا سنه طبعا كابتن سنه طبعا طبعا كابتن كان بيجيبه وعاد امه كان طيب من وقتنا هو مجيب كوره هتحقق ان شاء الله، نكتب جولنا ونكتب كاس العالم ان شاء الله باذن الله. بنشكرك يا امح، مستمرين معاك يا كابتن ايمن ومستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي قناه النادي الاهلي. كابتننا الكبير الكابتن سامي قمصان، تحيات الكابتن ايمن شوقي، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، وكابتن احمد بلال. كابتن سامي، فوز جديد وثلاثيه جديده، اعتقد الرقم ثلاثيه رقم 17 في تاريخ النادي الاهلي، لاول مره بتحصل لجهاز فني يحقق هذا الفوز برقم 3، اعتقد فوز بيحسب ليكم وانجاز بيحسب ليكم كجهاز فني في النادي الاهلي. طبعا تحدي كابتن ايمن وكابتننا طبعا كبار، زي ما انت قلت الحمد لله نهايه مرحله مهمه جدا بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمه، اللي انت حامل اللقب مهمه جدا، اللي انت تمشي بنفس المنوال اللي انت كنت فيه السنه اللي فاتت. اعتقد الحمد لله اداء مميز، نتيجه واداء، خصوصا ان انت بتلعب فرقه برضه مميزه ومدير فني كبير من المدربين الكبار اللي في مصر، فبشكر اللعيبه طبعا على الجهد ده والاداء ده والاهداف ده، وان شاء الله مزيد من التقدم بقى ومزيد من الانتصارات ان شاء الله الفتره اللي جايه. مع الجهاز الفني للنادي الاهلي، وانا بتكلم بلغه الجماعه لان النجاح بيحسب للكل والانجازات بتحسب للكل، ما بقاش عندنا فرق ما بين بديل واحتياطي او اساسي، المنظومه والفكره دي غيرت، اي لعيب بيدخل المنظومه بيؤدي دوره طبقا لاداء واستراتيجيه المنظومه. طبعا، ودي الحاجه الايجابيه اللي تحسب للراجل، يعني ان ازاي تعمل منافسه باللعيبه، ازاي تعمل روتيشن، ازاي تاخد من اللعيبه كل حاجه ممكنه. اعتقد النهارده الحلول كانت بالنسبه لنا كبيره جدا، سواء على المستوى اللي انت تبدا بلعيبه او يبقى عندك تغييرات. النهارده احنا مفتقدين لعيبه، لكن الحمد لله بنفس الاداء ونفس الاصرار ونفس القتال اللي انت تحقق ثلاث نقاط وتحقق اهداف. فاعتقد الحمد لله طبعا يحسب للراجل تفكيره وتصميمه دايما، اللي احنا لما طول ما يبقى عندنا فرصه ان احنا نسجل هدف والثاني والثالث. اعتقد النهارده الحمد لله، يمكن حاجه الوحيده بس اللي زعلته النهارده الجول اللي احنا استقبلناه في وقت اعتقد كان في سنه استرخاء شويه، لكن ان شاء الله نقدر نعالجها الفتره اللي جايه، ويقدر هو يعالجها بشكل ايجابي ان شاء الله. انت كسبان الاسماعيلي 3-1 على ملعبك، واعتقد فوز كبير، لكن بتتكلم بلغه لا احنا زعلانين ان احنا استقبلنا هدف النهارده، والجهاز زعلان ان هو استقبل هدف النهارده. لا يعني مش موضوع زعل، الموضوع اللي انت يعني مهم جدا ان انت برضو تحافظ على شباكك، مهم جدا ان انت تحقق كلين شيت، بتدي لك ثقه وبتدي لعيبتك ثقه وبتدي صعوبه للمنافس اللي انت يعني بتحرز هدف النادي الاهلي. لكن الحمد لله فرحانين جدا على الثلاث نقاط، وده الاهم بالنسبه لنا، ثلاث نقاط مهمين جدا بتاكد الحمد لله اللي احنا ماشيين في الطريق الصحيح. يعني نهايه مرحله بالنسبه لنا مهمه جدا عشان نتنقل بعد كده بقى للبطوله كبيره، واول مره تتعامل في قاره افريقيا. التحدي اللي بالنسبه لنا الكبير جدا يعني، وانا عارف ان ده طموحنا وطموح جمهورنا، لكن حاجه اللي نتمناها ان شاء الله للفتره دي يعني لعيبتنا ترجع سالمين من المنتخب، سواء منتخب مصر او عالي طبعا او ديانج او بيرستاو، يعني لان عندنا الفتره اللي جايه فتره كثافه جدا في الماتشات، يعني خصوصا ان انت هي بطوله هتخلص في وقت قريب جدا يعني، وبعد كده من خلالها هيبقى في مباراه دوري
اعتقد الحمد لله ان شاء الله، بس ربنا يكرمنا الفتره الجايه وناخد المرحله كل واحده مرحلتها يعني. كابتن سامي، عايز اتكلم على اللعيبه اصحاب الادوار الدفاعيه في خط الوسط، بقى في تطوير في النواحي الهجوميه، بنشوف ديانج بيعمل الناحيه الهجوميه، بنشوف النهارده كوكا اللاعب اللي عنده ادوار دفاعيه بيعمل الناحيه الهجوميه، ده شغل جهاز فني لازم ان احنا ننوه ونتكلم عنه، قدرتوا تعملوا ده ازاي يا كابتن سامي؟ برضه الراجل بيتكلم في النقطه دي كتيره جدا يعني، وبيشتغل سواء النواحي التكتيكيه وفي الملعب وتطوير اللعيبه وازاي ان بس ما بقاش في حته ان بقى لعيب مميز بادوار دفاعيه بس، لا بالعكس لازم بيتكلم على الكره الشامله اللي انت لازم تقدر تهاجم كويس وتدافع كويس. اعتقد زي ما انت قلت يعني مثالين كبار جدا يعني، ممكن من كان قبلهم حمدي فتحي والسوليه طبعا، ان شاء الله اتمنى رجوعه بالسلامه. النهارده كوكا بيعمل جون مميز جدا يعني، الماتش اللي فات اليو بيعمل اختراق مميز جدا بيفتح لنا برضو الماتش، فاعتقد الحمد لله دي ادوار كبيره طبعا مع بقى الحلول الفرديه من بيرسي وحسين ومودتس وكل اللعيبه اللي كانت بتشارك وكهربا طبعا، فاعتقد الحمد لله عندنا حلول كتيره ان شاء الله نقدر نستغلها، لكن التحدي الاكبر بالنسبه لنا الفتره الجايه ان شاء الله. اخيرا كابتن سامي، كابتن ايهاب جلال اخر مباراه فاز على الاتحاد 3-1، انت طالع من انتصار ونشوه انتصار وصعود المباراه النهائيه على فريق انبي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء، الامر ده ما اثرش على اللعيبه، اللعيبه مركزه النهارده، كان مهم جدا ان انا اختم المرحله دي بفوز، النادي الاهلي ارى الجيم كويس، تنظيم والادوار اللي الجهاز الفني ده للعيبه النهارده اتنفذت على ارض الملعب. يعني بص خلينا اقول لك ان احنا بنهتم طبعا بكل ماتش لوحده يعني، اتفرجنا على فريق الاسماعيلي كويس جدا، سواء الماتشين ماتش زد ما كانوش احسن حاجه، ماتش الاتحاد طبعا عملوا ماتش كبير جدا، عندهم مدرب طبعا كبير وعنده خبرات ومعاه جهاز على اعلى مستوى، مهم جدا برضو انت بتلعب الاسماعيلي فرقه طبعا عندها تاريخ كبير في الدوري، فاعتقد ان احنا احترمناهم كويس واشتغلنا على نقاط الضعف اللي احنا قدرنا نستغلها الحمد لله. اعتقد الحمد لله كانت النتيجه النهارده يعني متهيألي اكبر رد اللي احنا كنا مركزين واللعيبه مركزه، واتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه ان شاء الله. سامي ربنا لك التوفيق دايما ومبارك لك باذن الله. كابتن ايمن، دخل لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام لفريق النادي الاهلي، فوز كبير وفوز غالي، ومستمرين معك من هنا من استاد الجيش ببرج العرب، مبروك للنادي الاهلي، ومن جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن شريف، طبعا انت كنت مع كابتن بلال. كابتن بلال نرجع كابتن بلال، عايز بلال اسئلته غريبه ومش مركز وبتاع، ويقول لك الكوره صعبه وهي سهله النهارده. لا والله عايز انت عايز تقول حاجه، عندي كذا حاجه اتكلم فيها بسرعه. عندك شايف البيت، انت مش حللت حل الاجوان سريعا خلاص، وانت انت قلت على جول بيرسي تاو جول سهل، انا شايف ان هو احسن التصرف فيه، ده اللي انا قلته، ما قلتش ان جول صعب، قلت احسن التصرف لما جابها جول وفي وقت بسيط جدا، لما جابها يبقى احسن التصرف، يبقى انت معايا. ماشي طيب، اتفضل يا كابتن بلال، وبعدين نقول بقى رجل مباراه اليوم. كمل كلام رجل مباراه اليوم. اتكلم مع رجل مباراه اليوم، لا اتكلم على التحليل بتاع الجول الاخير، كوره رضا سليم مع طاهر محمد طاهر، وبعدين لا انا كنت بتكلم في حاجه كابتن عادل يعني نوه ليها، يعني التحرك بتاع راس الحرب. بص يا كابتن، يعني زمان اتعلمنا حاجه مهمه جدا في كره القدم، الكروس اللي من بعيد ده مسؤوليته تحرك راس الحرب. ماشي صح. تمام، يعني راس الحرب اللي يتحرك الكوره بالظبط. تمام، الكره لما تكون هنا في ال 18 قريبه، ده مسؤوليه اللي بيرفع. ليه؟ صح. لان الـ انت بتتكلم في الزمن، التوقيت، التوقيت من الكروس اللي من بعيد صعب جدا انك تحدد توقيته او انك تحدد مكان البوزيشن بتاع راس الحربه. انت كراجل بترفع الكروس، انت بتعتمد على وجود ايه؟ عناصر العناصر او المهاجمين في ال 18 وال 18 الجاي. تمام، وبتعتمد كمان على ذكاء الفرود، بمعنى ان انا النهارده كابتن ايمن بيرفع الكره على القريبه دايما، فخلاص انا حافظ، او بيرفع الكره على عند البنالتي او على الزاويه البعيده، تبقى انت خلاص قاري الحته دي. تمام، انما لما توصل للحته دي، لا دي مش تحرك راس حرب، لا دي بتبقى مسؤوليه اللي بيلعب الكره بالعرض. يعني دي هنا مسؤوليه طاهر محمد طاهر هو لعب الكره يعني لو شايف بيرسي تاو طبعا يبقى لعب الكره بشكل جيد، هو كان من الطبيعي ان هو يلعبها لمسه، هو عملها كويس طبعا. لكن هو طبعا في النهايه لعبها بشكل جيد، بيرسي تاو اتصرف بشكل جيد جدا جدا جدا، طبعا حطها حلوه قوي، سريعه وقويه وفي الزاويه العكسيه. صحيح. يعني نموذج للتصرف بقى، هو ده النموذج الحقيقي للتصرف، هو كان ممكن يلعبها في الزاويه الثانيه. تمام، وتيجي جول برضو على فكره. أيوه. وهتيجي جول. صح. بس هنا اشيك يعني، في جوان كده بتبقى اشيك، عارف انت الشياكه يا كابتن، انت لابس وعلى عدلته، لابس طقم حلو ولابس طقم شيك. أيوه. هنا الجول شكله شيك، شكله حلو،
محطوطه في زاويه، يعني الستاندرد بتاع الكره دي يعني صحيح. الحته جايه من ناحيه اليمين تتحط في الزاويه العكسيه على الارض، كره سريعه تمام، يعني ملوه بشكل رائع، وانتهت بشكل رائع طبعا لبيرسي تاول النهارده. انا بشوفه مان اوف ذا ماتش النهارده، رجل المباراه. اه يا حبيبي، طيب كابتن اسامه رجل المباراه من وجهه نظر. لازم اقول لك اثنين ثلاثه، قول اللي انت عايزه. اولا شناوي وبيرسي تاول، يعني شناوي كان ليه دور فعال جدا 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 في توقيتات كتيره في المباراه، سواء في انفرادات او سواء في كرات عرضيه. وبيرسي تاو مفيش شك انه الهدفين حسموا اللقاء، فيعني يمكن انا في فتره ما كنتش بدي فيها لبيرسي تاو، فبما انه جاب الجونين النهارده فهو رجل. كابتن شريف، انا بالنسبه لي حسين الشحات هو نجم المباراه. حسين الشحات رجل المباراه. حسين الشحات النهارده اول جون اعتبره 75% منه او 80% هو في الاداء، والكروس اللي عامله وتاكيد الفوز في الهدف الثاني، لعب في كذا مركز النهارده. انا يعني تصورت ليه اداء النهارده وهو نفذه، فعشان كده يعني تخيلت ان هو امام عاشور النهارده هيبقى دي لقطه امام عاشور معانا بعد الف حمد لله على في المستشفى. طبعا سلامته طبعا. ايوه بعد عودته المستشفى هو اتخض طبعا من الاصابه نفسها طبعا، والحاجات دي الحمد لله احنا كلنا متعودين عليها، بتبقى محتاجه راحه في اول كام يوم صحيح، وبعد كده التلج كتير والالتراسونيك والتأهيل باذن الله والعلاج ويتمشى بقى بعد كده، يعني اسبوعين بكتير قوي يكون في حالته ان شاء الله باذن الله. فبالنسبه لي انا حسين الشحات رجل المباراه، رجل المباراه، ولو امام كان كمل المباراه كان ممكن برضو يكون يرجع وهيكمل بينافس على احسن لاعب في مباراه النهارده، لانه ابتدى المباراه الحقيقه في الفتره اللي لعبها بكذا حاجه كتير قوي، فيها امتيازات وايجابيات كتير قوي صحيح. فانا بقول حسين الشحات. كابتن عادل رجل المباراه. انا يمكن النهارده هروح لواحد بعيد يعني اللي هو يمكن الشناوي. ليه؟ الجون اللي احنا جبناه الاولاني والتاني كان في الشناوي انقذ هدفين قبلها. وهدف قبليه كمان كان كفيل الهدفين دول كانوا ممكن يغيروا مجرى المباراه. عشان كده انا بدي للشناوي النهارده احسن لاعب في المباراه، ويعني ممكن بيرسي تاو بعديه، لكن انا رحت خلاص للشناوي. يعني انا اللي هحسمها كده. طيب. كل واحد قال واحد كده، انت قلت بيرسي تاو وكابتن بلال. لا قال اول واحد بيرسي تاو. هداف طبعا انا معاكم، بيرسي تاو رجل المباراه من وجهه نظرنا والاغلبيه تحكم. لكن ايمن لكن يحترم رايك طبعًا. لا الشحات كمان قايل طبعا، والشناوي طبعا الشناوي من نجوم المباراه، يعني اي واحد فيهم كان يقدر ياخد، ولكن اللي كسبانين. لا ده انا سعيد ان هم واخدين ضدنا. انا بس لا مش ضدك، انا قلت يعني انا من وجهه نظري المفروض بلال يبقى معايا. الراجل حسين الشحات عمل ماتش كبير، عامل حاله، يا ريت كل ماتش ال 10 دقايق دول بس. بس خد بالك يا كابتن شريف برضو الهدف، تسجيل الهدف ده له بوينتس مختلفه. مظبوط، ما هو جاب جول حلو. بقول لك ايه، ده عامل كروس، الثاني جاب اثنين يا كابتن، يجيب جولين، يجيب هو اللي عامل له الاولاني والثاني بياكد الفوز بالثاني، وهو اللي عنده الحريه، وهو اللي عنده الشخصيه، وهو اللي عنده التحرر. كابتن شريف اتفضل يا كابتن ايمن. كابتن شريف احنا لينا اغلبيه راي كابتن ديمقراطيه. لا انا سعيد بيه، احنا ديمقراطيه بالظبط، عشان كده عشان كده 300 سنه ضوئيه. ماشي صح، علشان كده هنقول ان الشناوي احسن. كده يبقى احنا من وجهه نظرنا ان بيرسي تاو هو رجل مباراه اليوم. تعالوا بقى نتكلم على قرعه دوري ابطال افريقيا. طب نروح الاول فاروق صلاح واخر لقاء مع خالد عبد الفتاح. من جديد بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عايزين نقول له حمد لله على السلامه، واحد من اهم اللعيبه اللي تم اضافتها مؤخرا في النادي الاهلي، اثبت الكفاءه واصبح واحد من جواكر النادي الاهلي.
في اي وقت تحتاجه هتلاقيه موجود في المساك، موجود ظهير ايمن، موجود ظهير ايسر، موجود هو الجوكر خالد عبد الفتاح اللي خلينا نرحب بيه على شاشه قناه النادي الاهلي. خالد حمد لله على السلامه، والف مليون حمد لله على السلامه خالد، ومبروك النهارده على الفوز وعودتك من جديد للملعب. حبيبي الله يسلمك، الله يبارك فيك. الحمد لله بشكر زمايلي وبشكر ربنا طبعا. رجوع لعب 10 دقائق بعد اصابه، قعدت شهرين، فالحمد لله يعني دي البدايه وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله. دايما مرحله الاصابه خالد بتبقى اصعب مرحله في حياه لعيب الكوره، بيبقى فيها بعض الامور كتير، بيبقى موقوف واقف جنبك، بيبقى ليه تفاصيل. اصعب المواقف اللي مرت عليك في وقت الاصابه؟ اكيد طبعا اول فتره بعد العمليه كانت فتره صعبه جدا، انت بعيد عن الكوره، بعيد عن زمايلك، بعيد عن البيت عندك، محجوز في المستشفى. دي اصعب فتره يعني، اول اسبوع 10 ايام بعد العمليه على طول. الحمد لله عدت، ودايما كل حاجه بتعدي يعني، نشكر ربنا والحمد لله رجعنا ولعبنا، وان شاء الله دايما مع بعض في المكسب كده ان شاء الله. مش سهل انك تاخد الفرصه جوه النادي الاهلي، خالد خد الفرصه وتمسك بالفرصه واصبح واحد من اللعيبه المهمه. سماته الشخصيه في خالد عبد الفتاح صنعت منه لاعب وواحد من اللعيبه المهمه في تشكيل النادي الاهلي. طبعا بشكر الكوتش كولر، مدينا الثقه، مدينا الثقه، واثق فيا، وصل لنا الاحساس ده، ففرقه معايا الحمد لله. بنتعب ونجتهد، والكلمه الاولى والاخيره له يعني، فالحمد لله. وبشكر زمايلي على المسانده والدعم وفتره الاصابه، وان شاء الله دي تكون دي البدايه ونحسم الدوري بدري زي كل سنه ان شاء الله. مين اقرب اللعيبه لخالد عبد الفتاح في النادي الاهلي، ومين اللي بيعمل المقالب خالد مع خالد عبد الفتاح؟ اللعبة كلها بصراحة والله بجد يعني، كلنا قريبين من بعض، باستثناء بس منعم وعبد القادر اقرب اتنين ليا من ناحية، كانوا معايا في نادي سموحة ولعبنا مع بعض سنة، فجيت هنا يعني يعتبر هم معايا من قبل ما اجي هنا بسنة يعني، فبس العلاقة حلوة مع كل اللعيبة بصراحة يعني. مؤخرا الجديد بقى رضا سليم. رضا سليم مشكلة، رضا لسه اجدد لعيب هنا طبعا، كهربا، ياسر ابراهيم، قفشه، كل الفرقه بصراحه دمها خفيف وبيهزروا، بس الاضافه الجديده يعني اللي فاجئنا كلنا رضا سليم دمه خفيف جدا، دخل في الاجواء بسرعه. رضا سليم بسرعه جدا، دمه خفيف ولعيب كويس جدا طبعا، اضافه قويه جدا طبعا. اشكرك يا خالد واتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ودايما تكون موجود معانا، ونبارك لك ان شاء الله خلال المباراه القادمه باذن الله. حبيبي يا فاروق الله يبارك فيك، ودايما كده مع بعض في مكسب ان شاء الله. حبيبي الله يخليك. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع خالد عبد الفتاح لاعب فريق النادي الاهلي والجوكر خالد عبد الفتاح. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. كابتن شريف، دور المجموعات، القرعه، المجموعه الاولى، سان داونز، بيراميدز، مازيمبي، ونواديبو الموريتاني. المجموعه الثانيه، الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، اسك موموزا الايفواري، جوانين جالاكسي البوتسواني. المجموعة الثالثة، ترجي التونسي، بيترو أتليتيكو الأنغولي، هلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي. المجموعة الرابعة، نادي الأهلي، شباب لويزداد، يانج أفريكانز التنزاني، ومدياما الغاني. المجموعة الأولى كابتن شريف، سان داونز، بيراميدز، مازيمبي الكونغولي، نواديبو الموريتاني. موضوع قوية على بيراميدز، يعني خبرات بيراميدز في البطولات الافريقيه بتبقى صعبه جدا، ولكن يستطيع سان داونز. توقعاتك للمجموعه؟ انا بتوقع سان داونز وبيراميدز ان شاء الله يكونوا اول وثاني للمجموعه. سان داونز وبيراميدز ان شاء الله. طيب كابتن اسامه، سان داونز وبيراميدز. برضه سان داونز وبيراميدز. كابتن عادل، سان داونز ومازيمبي. سان داونز ومازيمبي. كابتن بلال، انا بشوف سان داونز وبيراميدز. انا مازيمبي ليه فتره طويله بعيد عن الاجواء الاعتياديه بتاعته، فانا بشوف سان داونز وبيراميدز دول كويس من وجهه نظري. بس هو في نقطه تاني، انا رهنت على مازيمبي ليه؟ علشان الجمهور، المباريات جو الملاعب، المباريات جو الملاعب، ماشي، ملعب صعب. طيب المجموعة الثانية، الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، اسك موموزا الايفواري، جوانين جالاكسي البوتسواني. هو بالطبع الوداد المغربي طبعا اول مجموعة، والماتش هيبقى بين سيمبا التنزاني واسك موموزا الايفواري.
اختار واحد يا كابتن. انا هاخد اسك السنه دي. اسك كابتن اسامه. الوداد وسيمبا التنزاني. الوداد وسيمبا؟ اه ماشي. كابتن عادل. وداد وسيمبا. وداد وسيمبا. كابتن بلال. شوف انا فرقه سيمبا دي صراحه يعني انا مش ما عنديش قناعات بيها كبيره يعني. اذا وتاريخ اسك بالنسبه لي افضل من تاريخ سيمبا يعني، فانا بشوف ممكن يكون الوداد واسك ابو جني. طيب المجموعه الثالثه ترجي التونسي، بيترو اتلتيكو، الهلال السوداني، والنجم الساحلي التونسي. يا كابتن شويه. الترجي والنجم الساحلي. الترجي والنجم هما الاثنين اللي هيدخلوا. ماشي. كابتن أسامة. هو طبعا نتمنى إن شاء الله الهدوء للسودان الشقيق، فمتهيألي الهلال مش هيلعب في السودان، هي دي بس اللي هتبقى عائق بالنسبة له. فأنا بقول برضو الترجي والنجم الساحلي، لكن لو الهلال كان هيلعب في السودان كان هيبقى الترجي والهلال. انتوا شايلين من الحسابات كلها بترو أتلتيكو. لا كويس، فرقه كويسه طبعا. بس انا وجهه نظري يعني. ماشي كابتن عادل. بس بترو أتلتيكو من الفترات اللي هي في اضعف حالتها في الفتره. في الفتره دي انا بقول ترجي ونجم ساحلي شمال افريقيا بيعرفوا في دوري المجموعات يجمعوا نقاط كثيره مع الكابتن اسامه. احيانا لما بيكون في فرقتين من نفس الدوله ساعات بيوقعوا بعض ولا ولكن أيوه. ولكن عندهم خبراتهم على ملاعبهم وعلى اللعب بره خارج الملعب. ويمكن مزبوط. انا كنت ممكن ارشح زي كابتن اسامه برضو الهلال السوداني، ولكن عنده هيبقى عنده مشكله الملعب صح. والجمهور صحيح. كابتن بلال. اتفق مع الكباتن كابتن الترجي الترجي والنجم الساحلي. ماشي. المجموعه الرابعه نادي الاهلي، شباب بلوزداد الجزائري، يانج افريكانز التنزاني، ومديما الغاني. كابتن شريف. الاهلي ان شاء الله وبلوزداد الجزائر. الاهلي وبلوزداد. ماشي. كابتن اسامه. ان شاء الله الاهلي وبلوزداد الجزائري. الاهلي وبلوزداد. كابتن عادل. انا نفس الكلام للضعف يانج افريكانز والفرقه الغنيه ما مش معروفه قوي وملهاش باع يعني. انتوا اتفقتوا كده كابتن بلال؟ يعني انتوا المجموعه بتاعه الاهلي متفقين. الاهلي وشباب بلوزداد يعني. كنا بنتفائل السنين اللي فاتت لما كنا بنطلع تاني مجموعه. لا صعب تطلع. يعني بس متهيألي في الظروف دي وما اظنش ان ده فكر المدير الفني، يعني فكر المدير الفني اكيد ان هو يطلع اول مجموعه. لا طبعا احنا ما فيش مدير فني عايز يطلع. لا طبعا ما انا عارف طبعا. لا كان الناس تقول لك يا ريت نطلع تاني عشان احنا دايما كل ما نطلع تاني الثلاث اربع سنين اللي فاتوا بندخل فاينل وناخد البطوله. انت كنت بتطلع تاني وانت عندك هنا البدايه ما بتكونش لا علشان المجموعه الماتشات اللي عليك. المجموعه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه مين اللي هيقابل مين في عندي يا كابتن عندي. لا هنتكلم على الاهلي. لا هنتكلم المجموعه الاولى هتلعب الثانيه والثالثه هتلعب الرابعه. لا ممكن تكون لا بعد كده بتعمل قرعه جديده. لا احنا نتكلم بقى على ماتشات النادي الاهلي عشان اقول لكم على ماتشات النادي الاهلي في الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه كابتن شريف الاوقات صعبه جدا 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 على النادي الاهلي. عندك يوم 20 دوري السوبر الافريقي. البدايه في تنزانيا. تنزاني. الافتتاح اول مباراه ان شاء الله. اول مباراه نادي الاهلي مع سيمبا التنزاني كويس. يوم 20 دي تجربه كويسه جدا. تجربه طبعا. انا هقول لك بس لعيبه النادي الاهلي انت هتفتقد ست لعيبه دوليين في منتخب مصر. امام طبعا ربنا يشفيه كده اكيد بره المنتخب، فانت مفتقد ست ومعاهم علي معلول تونس، بيرسي تاو جنوب افريقيا، واليو ديانج منتخب مالي. كويس. عندك ماتش يوم 20. الاجنده الدوليه من يوم 12 ليوم 16 منتخب مصر هيلاعب الجزائر وزامبيا 13 12 و16. لو جينا بقى على تونس ومالي وجنوب افريقيا عندهم ماتشاتهم 13 و17 تتراوح ما بين بقى الـ الاماكن فين بقى. مالي واخده تلعب ماتشين السعوديه وماتش اوغندا في مالي.
13 17 برضه. اه بس بتلعب السعوديه في البرتغال 13 17 كويس. يعني اليو ديانج عشان يجي لك هيجي لك يوم 18 لو قدرت تجيب له سفر في اليوم ده، هيجي لك قبل الماتش بيومين بالظبط. من دلوقتي انا ممكن كويس. اجهز كل ده. علي معلول نفس الحكايه في تونس عنده ماتشين 13 17 كوريا واليابان، واحده في سيول كوريا والثانيه في اليابان كويس برضو 13 17 ده كوريا واليابان دول مش هيبطل جري فيهم علي معلول. وبرضو لازم يجي لك قبل الماتش، وانت بتتكلم على من اسيا بقى هيجي لك على تنزانيا كويس. عندك بعد كده بيرسي تاو وماتشين مع جنوب افريقيا برضو لازم يجي لك بعد ماتش يوم 17. فانت بتتكلم على زي ما كان قال المستر كولر. انت ليه قلت لي هتحرم من الست لعيبه؟ عندي مشكله. لا مش هتحرم من ست لعيبه، هيجوا لك بعد ماتش ال 16 يعني. دول هيجوا لك على الماتش. لا دول يقدروا يجوا بعد الماتشات اللي لعبوها دول تمرين خفيف جدا ويكملوا يلعبوا معاك المباراه. ماشي هو هيجي لك يوم 18. ما هو ما يتمرنش كمان يعني. هو هيجي لك يوم 18، هو اللي هو مستر كولر قال لك ان انا هفتقد تقريبا الهيكل بتاع الفريق، الهيكل الاساسي بتاع الفريق او القوام الاساسي بتاع الفريق. ان شاء الله ما يفتقدش حاجه يعني. لا اللعيبه جايين من الفتره اللي جايه تدريبيا. تدريبيا. واهم حاجه يقول له سلام بس. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. بس انا بكلمك على ان الوقت ضيق جدا ما بين يوم 17 اخر مباراه للدوليين كلهم. عندك 10 ايام فيهم فيهم 10 ايام الجايين دول فيهم اجازات وفيهم ارتباطات. اجازات وفي ارتباطات بالظبط. وعندك من ال عندكش غير هي علي معلول بس هو اللي فيه كريم دبيس اللي بيبقى معاك في المكان ده. وامام عاشور برضو حاله مهمه جدا معاك المفروض تبقى موجوده. والباقي بقى مع المنتخب اعتقد ان هم هيجوا جاهزين يعني. انا مش شايف غير هيكون عندك اتنين لعيبه او ثلاث لعيبه بكتير قوي خارج نطاق الخدمه يعني. يعني على ما اعتقد يعني ان شاء الله يبقى القوام اللي بتحلم بيها والاساسي بتاعك موجود. نتمنى يعني يكون متواجد ان شاء الله قبل يوم 20 بالكامل باذن الله. باذن الله يا رب. باذن الله. كابتن اسام. لا هو بالنسبه لمنتخب مصر الماتشين في مصر مش كده؟ لا في الامارات. في الامارات. في الامارات ماشي. الامارات برضو قريبه وفي طيران خاص ممكن يكون رايحين بطياره خاصه. فيوم 16 يوم بيفرق كتير قوي في الاستشفاء، يوم هيفرق كتير قوي. لكن يعني السته ان شاء الله بتوع مصر، واكيد ممكن مش كلهم اللي هيلعبوا الماتش الثاني بتاع يوم 16، ممكن ناس هتلعب اشواط، في ناس ممكن تكون شاركه الماتش الاولاني مش هتلعب الماتش الثاني يعني. لكن هو علي معلول وديانج وبيرسي تاو هي دي المشكله الاكبر، لانه هيخلصوا 17 ايوه والماتش يوم 20 بالظبط. الاستشفاء يبقى يعني لو لعبوا الماتشات 17، لو ما لعبوش خلاص يبقى عادي جدا انه ممكن يكونوا لعبوا 13 لغايه 20 سهل. لكن لو لعبوا 17 مع السفر وبعديها بيوم يعني يوم في الثانيه لا ماشي، ما ممكن المدرب ما يشاركهمش. ممكن ما يبقى مثلا علي ما يلعبش الماتش، ممكن يلعب جزء ممكن. لكن لو لعب الماتش كامل 90 دقيقه هتبقى فيها صعوبه طبعا في الاستشفاء وطيران وسفر، يجي من اسيا للقاهره عشان يلحق اللعيبه بعدين يروح تنزانيا، فتبقى صعوبه شويه بالنسبه لمعلول وديانج وبيرسي تاو. لكن بالنسبه للعيبه المصريين اعتقد يعني 16 هيبقى في يوم زياده وكمان سهل بسرعه من الامارات يجوا يعني. كابتن عايد يعني هو اكيد المدرب كولر هيخلي باله من الامر ده، والطبيعي انك انت بتشتغل على السيناريو اللي بيبقى اسوأ، بمعنى انك انت بتحضر بدلة للأمر ده، لأن كرة القدم ما تعرفش أنت ممكن في تمرين تتعور مش في مباراة. فعلشان كده هو لازم الفترة اللي جاية ديت ممكن يعضد شوية لعيبة اللي هم بيلعبوا في أماكن لعيبة المنتخب. علي معلول وديانج يتعمل حسابه في الحتة بتاعت نص الملعب برضو حتة بس خلي بالك دي هتغير لك حسابات كتير كابتن. وانت الفرق الكبيره دايما انت قبل ما تبدا الموسم انت عارف ان انت عندك بطولات كتير وعندك استحقاقات كتير قوي. الفرق الكبيره اللي بتلعب على جميع الجبهات يجب ان هي تعمل استعداداتها الكامله. استعدادك الكامل كمدرب دائما بتشتغل على السيناريو
الأسوأ بالنسبة لك؟ يعني أنت لما بيكون عندك لعيب رايح يلعب مباراة دولية فأنت لازم بتحضر البديل بتاعه. اللعيب جيب السلامة أهلا وسهلا، اللعيب جاي إجهاد عنده إصابة، اللعيب الآخر بيبقى موجود. حتى لو اللعيب جه سليم فأنت استفدت أنك أنت حضرت البديل بتاعه عشان يعمل منافسة معاه، عشان لما يجي يديك المردود بتاعه ممكن شوت ولا حاجة والبديل يعمل شوت كويس. يعني هي الأمر هو ده هو بص القدم. أسهلهم هيكون أعتقد بيرسي تاو، لأنه الماتشين في أفريقيا، الماتش الأولاني يوم 13 مع إيس واتيني يوم 13 أكتوبر في جنوب أفريقيا، والمباراة الثانية في كوت ديفوار مع كوت ديفوار طبعا في أبيجان يوم 17. بس هي اعتقد وسيله المواصلات هتكون قريبه. بس لا، انا السؤال هنا المنتخب، يعني المنتخب امتى رايحين اللعيبه؟ من امتى؟ عندهم ماتشين 12 16. يعني امتى اللي رايحين؟ خلاص التوقف، من بعد التوقف دوت خلاص، من بكره ان يعني شاء الله. يعني المفروض هينضموا للمنتخب باذن الله ان شاء الله. يعني ينضموا للمنتخب اكيد كل لعيب باذن الله بالفتره ديت، لازم بيحس نفسه على انه يبقى بيشارك لمنتخب وطنه كويس قوي، لمنتخب بلده كويس قوي، فبيبذل مجهود كبير. لما بيجي يلعب المباراه بيلعبها بشكل كبير، لانه اولا كل اللي بيتعمل الدوريات وكل اللي بيتعمل ده عشان المنتخب القومي اولا. فانا دعوه للاعبين في كل الانديه ان هم لازم هيشد حيلهم قوي، وبعدين لما تيجي هكذا الاحتراف لما يجي يبدا يشتغل عليهم المدرب ان شاء الله. كابتن بلال، اخيرا تبقى صعبه على المدرب. بص احنا في بدايه موسم يا كابتن، واكيد اللعيبه عندها يعني في البدايه في الوقت الحالي لعيبه الاهلي اعتقد ان هي جذب بشكل كويس. واضح النهارده ان اللعيبه جاهزه، بيرسيتاو جاهز، حسين الشحات جاهز، اللعيبه بتاعتهم عبد المنعم جاهز بشكل كويس، ياسر جاهز بشكل كويس، الشناوي جاهز بشكل كويس. يعني شايف اللعيبه كلها جاهزه، يعني مش هتمثل لك ارهاق شديد في البدايه. الكلام ده ممكن نقوله في نهايه الموسم. الموضوع صعب، يعني مش سهل برضو، يعني مش ايه، ما فيهاش اريحيه، ما فيهاش ارتياحيه ان انت مثلا هتيجي من سفر تلعب يوم 16 وتيجي من سفر وبعدين تروح تلعب ماتش يوم 20. يعني الموضوع برضو صعب شويه، لكن نتخطى القصه دي في بدايات الموسم، لانك بتكون يعني عندك من عندك من الجاهزيه ما يكفيك، يعني فاهم قصدي؟ نخلي اللعيبه تلعب. واكيد زي ما قالوا الكباتن ان كل مدير فني بيعمل حسابه، انت ممكن اللعيب يتصف تدريب فتفقده. يعني نتمنى سلامه اللعيبه طبعا في المباريات الوديه مع كل المنتخبات، ولكن الامر صعب انك تلعب في افريقيا طبعا، وده الماتش الاول اللي هتلعب في مصر، كان الموضوع يبقى اسهل نوعا ما. لكن طبعا الموضوع انت بتلعب في افريقيا والملاعب هناك بتبقى صعبه الى حد ما، الاجواء نفسها صعبه الى حد ما، السفر صعب الى حد ما بشكل كبير، ولكن الاهلي عودنا ان لا صعوبات مع النادي الاهلي باذن الله. رب العالمين يلعب على البطوله الجايه باذن الله ان شاء الله. باذن الله هنروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز كابتن ناصر عباس للحديث عن الحاله التحكيميه في مباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا.